الشكر لك أنعمت بالخير العميم منك الجزاء. رحيم يسعد مساءكم، صباحكم طلابي الأعزاء. سؤال حكيم سألته بنت ذكية، أنه ليش نحن لما عم نضرب 3 × 2 × 1 بعملية permutation أو بعملية ترتيب بعد الكومبينيشن، ليه ما بنرجع نضرب هون النتيجة هاي نضربها بفاكتوريال 3 مشان نحصل على ترتيب تبديل الأماكن؟ فأنا لقيت أن هذا السؤال كثير أحيانا طلاب بيسألوه، فخلينا نعمل عليه فيديو قصير إن شاء الله عز وجل نشرح المشكلة شو أصلها. خلينا نبلش القصة من أولها، أنه أصلا من وين نتجت 3-2-1 هاي؟ عم نضرب أصلا من وين أجت؟ خلينا نقول مثلا نحن بدنا نرتب 3 أوبجيكت مثلا، أو هي هذه الطالبة أمال مع إخواتها مثلا. هنقول أنه مثلا ممكن بالمركز الأول تقعد أمال، ممكن بالمركز الثاني تقعد بالأول تقعد راما، ممكن يقعد بالمركز الأول محمد مثلا. إذا قعدت أمال بالمركز الأول معناتها عندي أنا احتمالين، أو بتقعد راما بالمركز الثاني أو بيقعد محمد. إذا قعدت راما بالمركز الأول عندي هون أو أمال أو محمد، وإذا كان محمد بالمركز الأول أو بدأ تقعد أمال بالمركز الثاني أو بدأ تقعد راما بالمركز الثاني. بنيجي على المركز الثالث شو بنقول؟ إذا كانت أمال بالمركز الأول وراما بالمركز الثاني، ما عاد عندي إلا احتمال واحد يلي هو محمد يقعد بالمركز الثالث. هون نفس الشيء، ما عاد عندي إلا راما تقعد بالمركز الثالث. هون ما عاد عندي إلا محمد. هون ما عندي إلا أمال. وهون عندي راما وهون عندي أمل. تصور هيك ما غلطنا بشي إن شاء الله. أوكي. هلأ شو صار عندي معناها؟ هون اللي هون 3 خيارات عطوني هيدا رقم 3 خيارات. بكل واحدة منهم لهول عطتني 2 خيارين. هاي عطتني 2 وهي عطتني 2 وهي عطتني 2. لذلك أنا شو عملت هون؟ ضربت ب2. برجع بالأخير ما عاد عندي إلا خيار واحد فقط، لذلك اضطريت أضرب ب 1. فمن هون نتج الرقم 3-2-1. هلا الشيء المهم اللي إحنا نقوله هون بدنا نركز منيح على هال5 ثواني اللي بده يجوا، إنه هذه التركيبة هذا الرقم بيحتوي ضمن كل التشكيلات الممكنة للـ ARM. كيف؟ يعني لو قلت إجيت قلت له إنه أنا بدي AMR، أقول لك أوكي هاي AMR اوكي موجودة. اذا قلت لا بدي MAR، بقول لك كمان هي MAR موجودة. تقول لي انت لا انا بدي RMA، كمان هي RMA موجودة. فبالتالي هذا الرقم اللي هو 3 × 2 × 1 بيحتوي على كل البرميتيشن، كل التبديلات الموجودة. ما في داعي اطلاقا اضربه بثلاثة فاكتوريال ثلاثة. ليه؟ لانه هو اصلا موضوع الترتيب بلت ان موجود فيه. اذا جيت ضربت انا بالفاكتوريال ثلاثة بحصل على نتيجة خطأ، لانه بكون ضربت مرتين، يعني اخذت بعين الاعتبار مرتين موضوع الترتيب. موضوع الترتيب ناخده مرة واحدة. خلينا مثلا نضرب مثال شوي هيك بالنسبة للطلاب يمكن يحبوه مثلا بيرسخ بعقلهم. خلينا نقول، خليني اجي انا اشبه لكم هون عملية الضرب 3 × 2 × 1. خلينا نشبهها مثلا بآلة كيك مثلا. اوكي الطلاب طبعا بحبوا هذا المثال بتصور. او خلينا نشبه اي عملية تانية، مثل مثلا كومبينيشن. لما انا بعمل كومبينيشن بي من اصل ان، اوكي خلينا نشبهها مثلا ب فنجان قهوه مشان كمان الاساتذه يميزوا على المعلومات. هذا للطلاب هذا قهوه هون من دون سكر. اوكي قهوه مره من دون سكر.
هلا شو بيصير عندي انا؟ السكر هون بيمثل موضوع الترتيب، السكر هون بيمثل موضوع الترتيب. بنيجي بنقول نحن للطلاب، هل بحياتكم شفتوا حدا اشترى قالب جاتو بعد ما اشترى قالب جاتو صار يرش عليه سكر؟ طبعا لا. ليه؟ لأن السكر بلت ان بقلبه، لأن السكر بلت ان بقلبه. 3-2-1 تحتوي بقلبه كل الترتيبات، كل الترتيبات بكل 3-2-1 ولا 4 ولا 5 شو ما يكون. بينما بالكومبينيشن هون عندي فنجان قهوة ما فيه سكر، شو بنعمل؟ إذا أجى زبون من النوع اللي بيشرب قهوة من دون سكر نعطيه مباشرة من دون ما نزيد عليه أي شيء، معناته بنحسب CPM. أوكي؟ إذا أجى زبون من النوع اللي لا بده سكر حناخد CPM وحنزيد عليه سكر. السكر هو هون شو يا شاطرين؟ قلنا حنضرب بثلاث فاكتوريال اللي هو السؤال البنت الشطورة. أوكي؟ لما كانت عم تسأل بنت الشطورة أمتى بضرب بفاكتوريال 3، بنقول لها بتضرب بفاكتوريال 3 إذا أجاك زبون بده يشرب قهوة مع سكر وأنت أصلاً الـ CPM هذه الكومبينيشن ما فيها سكر، فبتضطر تزيدي لفنجان القهوة سكر، تضطر تزيديله شو؟ فاكتوريال 3 تضربي فيه، لأنه هون الـ CPM مش أخذين بعين الاعتبار الترتيب، ما بياخد الكومبينيشن. الكومبينيشن بقول أنا بدي فوت على الصف، نقى 3 طلاب يروحوا على الرحلة. سيلكشن 3 طلاب، أوكي نقى 3 طلاب، بس ما عم بقول إنه في طالب بدي أعطي جائزة أولى أو ثانية أو ثالثة، خلص 3 بيروحوا على الرحلة كيف ما كان مش مشكلة، من دون أي ترتيب. فبالتالي إذا لأي سبب من الأسباب بدي أخذ بعين الاعتبار ترتيب، بدي زيد سكر لفنجان القهوة بدي أضرب بـ3. بينما هون مثل ما شفنا إنه 3-2-1 أو 4-3-2-1 وتبن موجود في بقلبه سكر، عبارة عن قالب كيك موجود بقلبه سكر. شفنا كيف إذا سألتوني السكر من شوي، شفنا كيف قصة الARM أم محمد راما أمال إلى آخره، أنه أي تشكيلة تطلبوه من هون، أي توجه تطلبوه من هون بقدر دل يجيب لكم إياه من شو؟ من 3-2-1. معناتها لما ضربت أنا حاطت سكر ومتقل كمان السكر وحاطط كل شيء، مش بحاجة ولا أي عملية تبديل ولا أي إضافي. اللي بيضرب بثلاثة فاكتوريال هون غلط، لأنه بكون عم برش على مرتبان العسل سكر بخرب العسل. أوكي، إن شاء الله تكون هذه الفيلم الموجز بحل هالأزمة. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.